السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الترم الثاني جريد 1 منهج كونكت. أخذنا في الترم الأول 9 وحدات 9 يونتس. الوحدة العشرة الترم الثاني بادئ بالوحدة العشرة، والوحدة بتقول she is an engineer. she is يعني هي تكون، an engineer يعني مهندسة. تعال بس ناخد من العنوان أكتر من قاعدة، سواء صوتيات أو جرامر أو تكوين جملة. الدرس كله بيتكلم عن الوظائف. طيب أنا عايز أعمل جملة وأقول فلان ده دكتور، مهندس، سواق، رجل أطفاء، ممرضة. عندنا غلط بيقع فيه كتير من الأطفال، اللي هو إيه؟ بيسقط العربي على اللغة الإنجليزية. يعني أنا في العربي بقول هو دكتور، هي طبيبة، هي معلمة، تمام؟ فبيكتب كده she an engineer. لا، في اللغة الإنجليزية لازم تحط يكون. هو يكون معلم، هي تكون ممرضة. يكون ده يعني إيه بقى؟ اللي هي مين؟ am و is و are، اللي هو verb to be. verb إيه؟ verb to be. verb to be ده ليه 3 أشكال. ده معناه إيه؟ معناه يكون. معناه إيه؟ يكون. ليه 3 أشكال، شكل is وشكل am وشكل are. is معناها يكون، و am معناها يكون، و are معناها يكون. طيب ليه طيب شكلهم كده؟ هو فعل شاذ بيصرف، ما ينفعش احطه زي ما هو بي، تمام، في زمن مضارع، بس استخدمه مع ايه؟ مع الوظائف. طيب انا عندي كم ضمير فاعل في اللغه الانجليزيه؟ عندنا 7، اللي هم مين؟ تعال نكتبهم على السبوره ونفتكر كده. الهي، وعندنا الشي، وعندنا الات، وعندنا ال we و they و you، تمام، وعندنا ال I. دول ال7 ضمائر لازم الطفل يكون عارفهم، لانهم بنستخدمهم في كل جمله وفي كل زمن. هو، هم، او ما ينوب عنهم. يعني ايه ينوب عنهم؟ ممكن نقول he هو او اقول محمد او احمد، تمام، she او هبه، هنا، جنى، it او the dog، the cat. ممكن اقول we او احمد and I. they احمد وان محمد. you ممكن اقول you، ممكن اقول محمد، ممكن اقول I، تمام، او محمد. يعني بقول اسم الضمير او اقول اسم بتاعه. طيب الهي والشي والات بياخدوا ايه؟ is. بقول he is، she is، it is. دايما المفرد بيحب الايه؟ بيحب الاس. المفرد بيحب الاس، تمام. we بتاخد are، وthey بتاخد ار، والوي يو بتاخد ار، والاي بتاخد ام، تمام. لو انا هطلع اقول لك الكلمات اللي في الكراسه او في الكتاب، اقول لك قول ورايا يا حبيبي دكتور انجينير مش مستر، ده مش موجود في الكتاب، ماشي. العنوان المنهج الجديد ده بيبرز مهاره المعلم. لو انت هتطلع تقول اللي في الكتاب بس وما تحطش اضافات من عندك، يبقى ملوش لازمه. ذاكر لابنك في البيت افضل، بدل ما وفر فلوسك وما تدهوش للمدرس ده. المدرس اللي هيطلع يقول في الكتاب بس ويكتفي بده، مش هيحط له اضافات، مش هيربط المواد ببعضها، يبقى ملوش علاقه، تمام، او ملوش لازمه. يبقى هي از هو يكون، شي از هي تكون، ات از هو وهي لغير العاقل يكون، وي ار نحن نكون، ذي ار هم يكونوا، يو ار انت تكون او انتم تكونوا، اي اي ام يعني انا اكون. طبعا ايه ما تجيش اللي مع الاي كده. انا عملت ايه؟ التركيبه بتاعتي. عايز اقول والله هو دكتور، او هي از ان انجينير، هي از ان انجينير، تمام. طب ملاحظ ايه؟ الكلمات ما حطهاش على السبوره. ده اللي بنستخدمه في المنهج الجديد، ان احنا بنحط الكلمه في جمله، بعد كده بقول للطفل تعالى نحفظ الكلمات دي. طيب هي از ان انجينير، she is a nurse. It is a dog مثلا. We are doctors. ركز معايا. They are ايه؟ عندنا وظائف ايه تاني في الكتاب في الدرس ده؟ We are firefighter. Fighters. You are a dentist. I am a
teacher. طيب احنا طلعنا من العنوان الفيرب تو بي وعرفنا الفيرب تو بي ده بستخدمه بتكلم عن الوظائف، بتكلم عن الايه الوظائف، يعني بقول هي از شي از، بتكلم عن حد مفرد بحط اس، بتكلم عن حد جمع بحط ار، بتكلم عني انا حط ان. طيب الجزء الثاني في الدرس ده زي ما انت شايف على السبوره كده، ليه هنا حطينا ان وليه هنا حطينا ايه وان دي اسمها ادوات نكره، بنحطها امتى يا مستر؟ بنحطها لما نيجي نتكلم عن حاجه مفرد تعد. يعني تعد؟ مهندس مهندسين، ممرضه ممرضات، كلب كلاب، مدرس مدرسين او مدرسون، طبيب اسنان اطباء اسنان، تجمع اهي اقدر اجمعها، يبقى بحطها قبل الايه الاسم المفرد اللي اقدر اجمعه واحط له اس الجمع او اي اس او اي اي اس. خلاص تمام تمام يا مستر. طب ليه هنا حطينا ان وليه هنا حطينا ايه؟ تعال نشوف. بنحط ايه ان لو الكلمه بتبتدي بفاول. يعني ايه فاول؟ يعني حرف متحرك. يعني ايه حرف متحرك؟ الاي اهم، الاي والاي والاو واليو والاي، دول كده خمس حروف متحركه. لو الكلمه ركز معايا في الكلمه، لو الكلمه بتبتدي بصوت مش بحرف، يعني ايه بصوت؟ هعرفك دلوقتي. بصوت متحرك احط لها ان، وده عشان ايه؟ عشان يخدم الصوتيات. يعني ايه يخدم الصوتيات؟ عشان ما ينفعش اقول ايه انجينير، لا ان انجينير كده اشيك. تمام. وبحط ايه امتى يا مستر؟ بحطها قبل الاسم المفرد المجموع اللي اقدر اجمعه، ابتدي بحرف ايه؟ ساكن، لان ده حرف ايه؟ ساكن. خلاص سهله. طب ليه شلناها هنا؟ ما حطيناش هنا؟ ليه ما حطيتش مع دكتورز وفاير فايتر؟ ما بحطش الان والان مع الاسم الجمع، انا قلت لك بتيجي بمعنى وان، بتيجي الاسم اللي وراها مفرد، ازاي هحطها قبل دكتورز جمع؟ وازاي احطها قبل فاير فايترز جمع؟ تمام؟ رجعنا حطيناها هنا ليه؟ عشان الكلمه دي مفرد طبيب اسنان ويبتدي بصوت ايه؟ ساكن. وحطيناها هنا ليه؟ عشان الكلمه تيتشر مدرس، وحطيناها هنا ايه؟ وده ساكن. خلاص؟ طيب ليه يا مستر انت قلت قبل الصوت الكلمه بتبتدي بصوت متحرك مش حرف متحرك؟ تعال ما اقول لك ليه. بص كده معايا، لو احنا لاحظنا الخمس حروف متحركه هنلاقيهم زي في العربي زي الالف همزه، بص كده فتحه ايه اه ضمه اه ايه، كلهم فيهم همزه اه 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 اه. ففي اللغه الانجليزيه ما ينفعش احط اه اه ورا بعض، ما ينفعش اقول اورنج انك ما ينفعش اقول الكلام ده. طب برضه وضح لنا، انت قلت نحطها قبل الكلمه بتبتدي بصوت متحرك. بص معايا، الكلمه دي ايه؟ اكس راي يعني اشعه. الاكس هنا ايه؟ حرف ساكن، يبقى طبيعي احط ايه؟ طبيعي احط ايه؟ فتنطق كده ايه 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 اكس راي. غلط. ليه يا مستر؟ ما حرف ساكن، لا انا قلت لك صوت ساكن. طب ما ده حرف، لا الصوت اللي طالع ايه؟ الصوت اللي طالع عندي ايه ايه صوت حرف الاي، يبقى ده فاول. الصوت مش علاقه بالحرف، الحرف ساكن لكن الصوت طالع ايه؟ ها فاول. فما ينفعش اقول ايه، بقول ان اكس راي. يبقى ده مثال اولاني ان اغلب المدرسين بيقولوا قبل الكلمه بتبتدي بحرف متحرك. غلط، انت اسس الطفل صح، قول له قبل الكلمه بتبتدي بصوت متحرك. طيب كلمه ثانيه، كلمه ايه؟ كلمه اور. كلمه اور يعني ايه؟ كلمه اور يعني ايه؟ يعني ساعه. كلمه اور يعني ايه؟ يعني ساعه. طيب اور يعني ساعة، الحرف ده ايه؟ الحرف ده حرف ساكن، يبقى هقول اور. غلط. ليه؟ الصوت اللي طالع من عندي اول كلمة في اول صوت في كلمة ايه؟ اه 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 او اه اه، صوت متحرك، صوت ايه؟ متحرك، يبقى احط ان. خلاص؟ ركزت؟ طيب الكلمة دي بقى كلمة يونيفرستي. يونيفرستي يعني جامعة، الحرف ده ايه؟ الحرف ده متحرك، صح؟ المفروض احط ان زي ما احنا الناس بتشرح. لا غلط، ازاي ما هو حرف متحرك؟ طيب الصوت اللي طالع عندك صوت ا او اي اه ايه؟ لا يا مستر يو، مفيش صوت، مفيش همزه خالص. خلاص يبقى احط ايه ده؟ ما الكلمه بتبتدي بحرف متحرك، ماليش علاقه بحرف متحرك، انا عايز الصوت. الصوت اللي طالع متحرك؟ لا الصوت اللي طالع مش متحرك، صوت مش طالع ا ولا او ولا ايه ولا، وضحت؟ يبقى ا يونيفرستي. يونيفرستي نفس الكلمة أو نفس الحرف، كلمة إيه؟ أمبريلا شمسية، أحط إيه ولا إن؟ لو الطفل بيحفظ هيقول لك إيه، أقول له لأ الصوت اللي طالع عندي إيه؟ أه 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 أه، صوت من دول هو الألف همزة أه أه أمبريلا، ما ينفعش أقول أمبريلا، إن أمبريلا. يبقى العنوان
طلعنا منه ضمائر، طلعنا منه فيرب تو بي بيجي مع مين، طلعنا منه ا وان، تمام. طلعنا منه اخر حاجه بقى اللي هي في الكتاب اللي المفروض اي مدرس بيطلع يشرحها على سبوره، هي مين؟ الوظائف. الوظائف اللي عندنا ايه بقى؟ الخمس كلمات دول. كلمه انجينير، ان شورت اي، والجي هنا ليه الجي معروف صوتها ايه؟ جا جا جا. ليه قلنا انج ج ج؟ ليه قلتها جا؟ عشان عندي قاعده مهمه جدا جدا جدا. ايه هي يا مستر؟ بيقول لي حرف الجي ده لو جه وراه اي او اي او واي بنطقه جا جا جا. طب ادينا كده امثله، انت بتضحك علينا، تعالى اديك مثال. كلمه ايه؟ كلمة جنتل، قلت جا ليه؟ جاي وراها ايه؟ كلمة فراجيل، هش، ليه قلنا جا؟ عشان جاي وراها ايه؟ جاي وراها اي. كلمة جيم ليه قلناها جا؟ عشان جاي وراها ايه؟ واي، تمام. يبقى حرف الجي لما يجي وراه اي او اي او واي بنطقه جا جا جا. فقلت انجينير. الاي اي بتعمل لونج اي، الاي اي بتعمل لونج اي. لما تشوف حرفين الاي في اي كلمه انطاهم اي طويله، زي كلمه ايه؟ بي، وزي كلمه تري على سبيل المثال وليس الحصر. طيب يبقى ان مقطع، جي مقطع، نير فيها ثلاث مقاطع الكلمه دي. ليه ثلاث مقاطع يا مستر؟ لان هنا عندي شورت اي ايه، عندي لونج اي جي، عندي لونج اي تاني مي، تمام. ثلاث مقاطع. طيب ممرضه يعني ايه؟ طبعا كلنا بنقول نيرس. لا بص، لما تلاقي اليو ار كده انطاها ايه؟ ار. اليو ار اول ما تشوف اليو ار انطاها زي الحرفين دول ار. يعني ايه؟ يعني هتقول نيرس، نيرس، زي كلمه فارو فير، ممرضه يعني نيرس، ما اقولش نيرس. احفظ ده كويس جدا جدا، مهم تشرح الطريقه دي، تمام. كلمه دكتورز الوظيفه الثالثه معانا دكتورز، نفس الحكايه الاو ار لما تشوفها انطاها نفس الصوت ار في كلمات معينه، فبقول دكتور دكتور، ما اقولش دكتورز، مش دكتور، دكتور دكتور. زي كلمة ايه كمان؟ زي كلمة work، بقول وير work، ما اقولش work. زي كلمة word، كلمة، ما اقولش word، تمام. كمل يا مستر، تمام. طيب كلمة fire fighter، كلمة fire هنا بنطق الاي باسمه. ليه؟ عند القاعدة الاولى من اللونج اي، اي ساكن اي، لما تلاقي حرف الاي وحرف ساكن وحرف اي انت الاي باسمه. زي كلمة ايه؟ like، لايك. ليه ما قلتش زي كلمة كيت إيه إيه؟ لأن هنا الأي ساكن إيه، بنطق الأي بإيه؟ باسمه لايك، بنطق الأي. طيب الكلمة دي فاير عرفناها، فايترز، فايتر، فاير فايتر. إيه اللي جاب اللونج أي هنا؟ لما تلاقي الأي جي إتش، صبرا مش واخدة، لما تلاقي الأي جي إتش، ركز معايا، التلات حروف دول لما تلاقيهم مع بعض هتنطق الأي باسمها، او انطق التلات حروف اي والجي اتش سايلنت. زي كلمه ايه؟ زي كلمه فاي، فايت. زي كلمه راي، رايت. الاي جي اتش هنا بتقطعها لونج ايه؟ اي. ما قلتش فاي جيت، ما ينفعش. يبقى الاي جي اتش لما تشوفها في اي كلمه انطقها لونج اي، فايت، رايت. نكمل، دين شورت اي، ديست، تيست، دين تيست. دين الاي دايما مفتوحه، دين، والاي مكسوره، تيست، دين تيست، دين تيست، تمام. يعني طب اسنان مقطعين. اخر كلمه معانا كلمه ايه؟ تيتشر. الاي اي بتعمل ايه؟ لونج اي. قلنا هنا الاي اي بتعمل لونج اي، برضو الاي اي لما تشوفها اعملها لونج اي، زي كلمه تيتشر، زي كلمه تيم، زي كلمه تي، زي كلمه سي، سهله اهي، تمام. انا بجري عشان وقت الفيديو. السي اتش بنطقها ايه؟ تشا تشا تشا، يبقى تي تشر. والاي ار برضو زي الاو ار وزي الاي ار وزي اليو ار بنطقها اير، فبقول تيتشر، ما تقولش تيتشر، تيتشر تيتشر تيتشر، تمام. باقي كده معانا كمان في كلمات دكتور قلناها، اه فيت، طبيب بيطري يعني ايه؟ فيت، فيت، شورت اي، سهله جدا، في في فيت. طيب باقي عندي كمان كلمه سولجر، سولجر يعني ايه؟ يعني جندي، سولجر. كلمه شاذه في نطقها سول سول، لعند ال هتنطق صح سول سول، والاي مع الدي بنطقها ج سولجر، والاي ار بنطقها اير. هل دي قاعده؟ لا مش قاعده، كلمه شاذه بظروفها هنطقها كده سولجر سولجر. طيب ايه كمان عندي؟ تيتشر قلناها، بوليس اوفيسر، بوليس او في سر. تعال نقسمها، بو لونج يو، ليس الاي هنا حاله شاذه عامله لونج اي، والسي نفس الحكايه، السي هي كمان لو جه وراها اي او اي او واي بنطقها سه. فقلت هنا ايه؟ بوليس مش بوليك، زي هنا قلناها كا، لكن هنا قلناها ايه؟ سا، بوليس او
ف شورت او وشورت اي والاي ار بنطقها ار بوليس اوفيسر تمام. ايه تاني عن دي كلها اسمها ايه؟ اسمها جوبس يعني وظائف. مطلوب مني ايه بقى؟ الصوتيات اللي انت عرفتها هنا تذاكرها، تعرف الفيرب تو بي، تعمل لي جمل على اللي احنا خدناه. لو انت شغال مع منهج هقول لك اعمل لي فيديوز واعمل لي جمله على الوظائف. يبقى انا ده ما محفظش كلمه مفرده، ها هي از ان انجينير، هي از ا نيرس او شي از ا نيرس، اتس ا دوغ، وي ار دكتورز، ذي ار فاير فايترز، يو ار ا دنتست، اي ام ا تيشر. تمام. يبقى انا كده بدات الدرس من الاخر، شرحت القواعد والصوتيات والكلمات انا استخدمتها في الحاجات اللي احنا خدناها. تمام. خدنا النهارده الفيرب تو بي، تمام، وخدنا A و N، وخدنا الوظائف وازاي اعمل جمله بستخدم الوظائف، ازاي عايز اقول هو يكون، قلنا ما نسقطش العربي على الانجليش، ما ينفعش اقول في العربي بقول هو محمد، هي هبه، هو دكتور، لكن هنا في الانجليش لازم نقول هو يكون معلم، يبقى هي از ا تيشر. وعرفنا نحط ايه امتى وان امتى، ما نحطهاش مع الجمع. ولو حابب تحجز معانا الترم الثاني ان شاء الله شرح وافي وكافي، طبعا هيكون اكتر من كده بس الفيديو بنجري عشان ما يكونش طويل على الناس. ولو عجب الفيديو ما تنساش لايك وشير وكومنت عشان نكمل. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله تعالى، ان شاء الله هنزل كونكت بلس كمان. تمام. فلو المحتوى عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت عشان ده بيخلينا نكمل، ده اللي بيخلينا نكمل. لكن الفيديو ما فيش عليه تفاعلات بنكسل وبنهبط. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله.